سليل المجد والحسبي هو الذي كل من فيه حفيد نبي هو العراق سليل المجد والحسبي هو الذي كل من فيه حفيد نبي عاش العراق عاش العراق عاش العراق العظيم الأبي عاش العراق العظيم الأبي. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام، نطل عليكم اليوم من خلال شاشتي قناة بغداد الرشيد وقناة الكرامة، ونقدم لكم برنامج لقاء اليوم. ضيفنا لهذه الحلقة البروفيسور عبد الستار الراوي. البروفيسور عبد الستار في الفلسفة وتأريخها، الدبلوماسي العراقي والأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا بك بروفيسور وبرنامج لقاء اليوم. أهلا ومرحبا بكم دكتور. شكرا جزيلا دكتور. اليوم حضرتك غني عن التعريف، الجميع يعرف من هو عبد الستار الراوي، هذه الشخصية العلمية الثقافية. البروفيسور عبد الستار عبارة عن موسوعة في الثقافة والتاريخ والفلسفة. البروفيسور عبد الستار معروف في الدول العربية قاطبة في جميع الجامعات، لكن اليوم أنا أريد دكتور عبد الستار يقدم فشي بسيط عن من هو عبد الستار الراوي. عبد الستار الراوي باحث في الفلسفة وتاريخها، ولدي اهتمامات ربما تعبر عن هذه الاهتمامات بعض الكتب التي أنشأتها ودونتها على مدى 40 سنة. نعم. واعتز كثيرا بمعجم العقل السياسي الأمريكي المعاصر، مصطلحات ووقائع الحرب على العراق، الذي بدأت أو شرعت العمل فيه منذ 2003 في سبتمبر 2003، وما زال العمل جاريا فيه حتى اللحظة. وتحول هذا المعجم الذي طبع أكثر من مرة وأنا بصدد إعداد الطبعة الثالثة، تحول إلى موسوعة تضم 5 أجزاء تحدث الأجزاء عن أسباب الحرب والدعاوى والأضاليل الأنجلو أمريكية وما آلت إليه هذه الحرب من قيام 6 حكومات. ربما صورة أخرى سوداء لمعنى الإحلال الذي هذه الحكومات 6 تشكل صفحة سوداء في تاريخ العراق المعاصر. نعم. من حيث التمييز والجهل والخراب الذي أحدثته في بنية المجتمع العراقي على مدى 18 سنة. وهناك نافذة من الأمل يطل عليها العراقيون، هي طاقة نافذة الأمل التي شرعها شرع أبوابها الشباب
باقي في عموم محاة البلاد عن الحياة الحقيقية وعن استعاص قيم العراق الأصيل وادي الرافدين حامل الحضارات كلها من الأدب والموسيقى والقانون والكتابة أعمدة الحضارة الإنسانية والمقدمات الأساسية لقيام مجتمع متحضر. هذا هو العراق في تجربته الخلاقة الحضارية وما أنشأه اللاحقون منذ تأسيس الدولة العراقية إلى يوم 9 نيسان الأسود عام الحزن العراقي. الاهتمام الآخر إلى حوار الفلسفة، حاولت استقصاء منات السياسي العماني بعد 1979 والنهج للأسف العدواني المناهض ليس فقط للعراق وإنما للأمة كلها. نعم. هناك ربما لا يحتاج الإنسان أن يتحدث فيها لأنها بيئات، يعني ينظر الإنسان إلى حال العراق، إيران الآن للعراق، وينظر إليه وينظر إلى اليمن وإلى حتى طبعا البوابة الأولى كانت الآن. نعم. معظم الدول العربية تعاني من التدخل الإيراني، ولعل البحرين واحد من الأمثلة الواضحة في معنى التدخل في الشأن الوطني للمملكة أو لمملكة البحرين وكذلك الخليج العربي. بروفيسور، إذا إحنا طبعاً يوم غد راح يكون الذكرى الرسمية للعدوان الإيراني على العراق عام 1980. الإيران اعتدت على العراق وعلى أراضي العراق من قبل يوم 4/9/1980. أريد أخذ الدكتور البروفيسور عبد الستار معي في هذه الرحلة. الأيام أو الأشهر التي سبقت الاعتداءات الإيرانية، نحن نعلم أن الشعوب الإيرانية وبما فيها شعوب الأماكن المحتلة من قبل إيران كالأحواز والبلوش وما شابه، الجميع ثارت وانتفضت ضد نظام الشاه. لكن نتيجة هذه الثورة أصبحت الأطراف الإسلامية وبالذات المتطرفة ممثلة بنظام الخميني أصبحوا هم أصحاب الثورة ضد الشاه. سؤالي إلى حضرتك، هؤلاء عندما أقاموا بهذه الثورة أو عندما استلموا السلطة، هل كان مشروعهم لغرض إيران؟ الخطاب اللي كان يصدر من باريس كان انه الغاية هي ايران وتحرير ايران وانهاء العبودية، عبودية نظام الشاه وما شابه، لكن عندما انتقل الخميني الى ايران الخطاب تغير. فسؤالي هنا، هل الثورة جاءت من اجل ايران ام جاءت لاهداف اخرى؟ وإن كانت لأهداف أخرى، من هو الراعي لهذه الأهداف؟ نعم دكتور. هناك كتابات وبحوث دراسات وربما يعني أستطيع عشرات تكون من المؤلفات والكتب نعم ألفت عن الثورة الإيرانية
سواء من قبل أنصارها أو من قبل حفاظين عليها. نعم. فيما يتعلق بالحرب الإيرانية العراقية، نعم، أولا ينبغي أن نحدد المصح، وهو الحقيقة حدده من قبل باحث الدكتور علي سبت الحديثي، نعم، أعاد صياغة المصطلح وقال الحرب الإيرانية العراقية وليست الحرب العراقية، أن إيران طبعا خلال البحث ومن خلال الوثائق التي أثبت بأن إيران هي التي أقدمت على الحرب وهي تتحمل مسؤولية هذا الحرب كما سنرى. السيد الخميني له مشروع سياسي واضح القسمات، بينه منذ كتابه الأول، أقصد كتابه السياسي. الكتاب أعده في العراق. هذا الكتاب كتاب الحكومة الإسلامية تحت عنوان الحكومة الإسلامية، يقول في بالنص: إن لم نستطع أن نفجر الثورات في الدول الأخرى، هذا قبل أن يستلم السلطة بحوالي 6 سنوات، نعم، إن لم نستطع أن نفجر الثورة في الدول الإسلامية فعلينا أن نهاجمها من الخارج، وهو بعد لم يستلم سلطة ولم يقم بثورة، كان لاجئا في العراق ويقيم في مدينة النجف، وهذه قبل اتفاقية الجزائر أيضا. هذا قبل اتفاقية الجزائر سنة 75، هذا الكلام سنة 1963، كان 63 أم 73 من تركيا لاجئا في العراق، واستوطن النجف هو ومن معه. عندما استلم السلطة أو هيمن على السلطة في إيران بوصفه كما أطلق على نفسه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، هناك وثيقة مؤرخة في 28/1980، بعد مرور حوالي 11 شهر على الثورة بالضبط، هذا الخطاب الوثيقة ألقاه مران، الدعوة إلى الثورة الدائمة، ووجه خطابه إلى شعوب المنطقة كلها، وأطلق على الثورة الإيرانية أنها شبيهة بالمخلص، لقيادة الشعوب في العالم. في الفترة نفسها أوجد أو صمم خريطة غريبة الشكل والأبعاد، أطلق عليها خريطة الثورة العالمية أو الثورة الإلهية ثورة الإله، اسم الآخر، يعني اعتبر نفسه هو ولي الله، قسم بموجبها العالم إلى 3 أقسام، وأعطى لكل قسم منها لونا مستقل، المنطقة الحمراء وتضم الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية، والمنطقة السوداء، تضم الولايات المتحدة الأمريكية ولفائها، أوروبا الغربية وبريطانيا،
والغربية والخضراء. لم يبقى لنا إلا منطقة واحدة وهي المنطقة الخضراء. خضراء نعم. هذه المنطقة هي رقعة حلم الإيراني. نعم. أو رقعة ولاية الفقيه. نعم. بالنص تمتد من الدار البيضاء إلى جاكرتا. هذه هي أهداف الثورة الإيرانية. عندما تحدث عن المنطقتين السوداء والحمراء، أي أن الثورة ستصل إلى هذين، إلى هاتين البقعتين، ويتحول اللونان الأحمر والأسود إلى الأخضر. نعم. بمعنى أن عملية تصدير الثورة هي روح المشروع، حتى لا نقول إيران، مشروع الخميني. ولاية الفقيه لا معنى لها ولا هوية لها ما لم تصدر. ففي جمران كانت الوثيقة الأولى، لكن تثبيت هذه الرؤية أو دستور، نجد النص موجودا واضحا في الدستور الإيراني. نعم. وعلى وجه التحديد المادة 12. نعم. يقول إن جيش الجمهورية الإسلامية ليس معنيا فقط بحماية حدود الدولة الإيرانية. نعم. إنما هو جيش المد لتوسيع حاكمية الله في الأرض. نعم. هنا هو ظل الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وعملية إسقاط القداسة على كل فعل وحركة معروفة بالنسبة للطبقة اللاهوتية في إيران، أو يعني الطبقة الحاكمة في إيران. ثلاثة يعني جمران والدستور، كانت هناك دعوة غريبة، إنشاء جيش 20 مليون. نعم. وظل هذا الشعار زمنا طويلا، يعني أنا أتحدث الآن قبل قيام الحرب الإيرانية العراق، أو العكس، الإيرانية العراق. أنشأ في هذا الوقت مكتبا أطلق عليه مكتب حركات التحرر. نعم. تولى قيادته واحد اسمه سيد مهدي، وأعدم بعدين لأنه كشف علاقات طهران بالولايات المتحدة الأمريكية. بداية التعبئة للحرب. من منذ 1979، منذ فبراير، 11 فبراير. نعم. 1979 هناك طريق يبدأ من كرمنشاه وينتهي بالحدود العراقية. نعم. وإلى حد 2003 كانت موجودة هذه اللافتات. نعم. كربلاء. نعم. أبل القدس. نعم. يمر عبر كربلاء، كل 10 كيلومترات كربلاء، باقي مثلا 90 كيلو، بعد 10 كيلومترات كربلاء 100 كيلو، إلى آخره. نعم. إلى أن تدخل حدود العراق. واصطنع شعارا أن تحرير القدس لابد أن يمر بالعراق. مرة قال عن هذا الطريق النجف، ومرة أخرى كربلاء، والثالثة بغداد. بغداد. كل الذي قاله الخميني في ذلك الوقت
باستثناء القدس، أنه هذا الطريق انتهى في بغداد وفي عموم العراق. الآن إيران من الخطأ أن يردد الإعلام وبعض الكتاب كلمة أو مصطلح الدور الإيراني في العراق. لا يوجد دور إيراني، يوجد وجود إيراني في العراق. بمعنى إيران في العراق أو العراق في إيران. لا. هذا هو نهج القوى اللي أطلق عليها الولائية. نعم. وهي وكلمة ولاء يمكن أيضا ضعيفة يعني. نعم بحقارة. يعني أكثر من موضوع هذا الذوب في الطرف الآخر. يعني مسح الشخص لا صلة للعراق بما يجري الآن. يعني عندما يتحدث أليف منهم ويقول إذا قامت الحرب بيننا وبين العراق وبين إيران فإنني أثق مع إيران. نعم. وهذا الخطاب خطاب أصبح معلن وواضح وصريح. دكتور أريد أقاطعك هنا. دكتور الثورة من صارت بإيران كانت فيها قوى متعددة، يعني إن كان مثلا حزب تودة أو القوى اليسار أو القوى القومية الأخرى، هؤلاء ماذا كانت نظرتهم في بادئ الأمر؟ جبهة الحرية هي الجبهة الكبرى، لها الحزب تودة ويعني من اليسار ومن القوى الاجتماعية الأخرى. يعني نعم. هوية الثورة الإيرانية تحولت أو جاء احتواء الزخم الشعبي والحراك الوطني. نعم. من قبل يعني الطبقة اللاهوتية. نعم. هذا حدث لحوالي 4 أشهر من مجيء الخميني إلى طهران من وصوله يعني. نعم. والمشادات اللي حدثت بين قوى الثورة. نعم. وبين التيار الديني عديدة، لكنها للأسف ظلت يعني خفية على الكثير من الناس. نعم. لكن لو أن أي باحث يذهب إلى ما جاء في سنة 78-79 من صراعات بين القوى الوطنية وبين الإحساس بأن اللاهوتيين يحاولون ابتلاع الثورة واحتواء الحراك الوطني في إيران. وهذا طبعا قائد الثورة هو الشعب الإيراني بدون شك. وإذا شكل يعني حزب ولاية الفقيه دوره فهو أنا في ظني، أنا ربما أكون مخطئ، لكن أنا من خلال السياق ومن خلال الوقائع الميدانية والمدونة كوثائق معروفة يعني من كل القوى يعني تدرك هذا. يعني الآن يعني على سبيل المثال هناك سجون إيران سرية وعلنية، وهناك سجن علني معروف شبيه بأبي غريب. نعم. اسمه إيفين. وهناك أكثر من كتاب دون عن المعتقلين والمحتجزين في هذه حتى نعم. هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة القائمة هناك محكمة اسمها محكمة الثورة. نعم. كل من يريدون أن يتخلصوا منه قالوا أنه معادل الله ومعادل السماء ومعادل الكذا ومعادل، هم ابتدعوا عدة مواد دستورية يدينوا الآخرين ظلما. نعم. طبعا. نعم. أقصد السجون الآن مليئة بمن؟ بالمحاربة. نعم.
المعارضة متنوعة ومتعددة الألوان والأشكال. نعود إلى موضوع إذا سمحت، يعني إلى موضوع الحرب. نعم، هو دكتور بس قبل لا نرجع للحرب، أنا أريد أسأل، أنت ذكرت أنه هذه اللافتات اللي على طول الطريق اللي تقول طريق القدس عبر كربلاء أو النجف أو بغداد، من أين أتتهم هذه النظرة أنه بغداد قريبة عليهم؟ قبل هذا، هو سنة 1982 انكشف كل شيء. نعم، ليست وثيقة نظرية ولا كتابة، إنما أسلحة. نعم، الفضيحة الكبرى. نعم، فضيحة التسليح الصهيوني الإسرائيلي. نعم، أثناء الحرب هذا الكلام. نعم، 1982. هذا أكبر دليل. واقترح هذه القضية، طبعا هناك ناس كانوا ضحايا لأنهم تطاولوا وكشفوا الصفقة. نعم، بين السيد الخميني وبين الكيان الصهيوني عبر الولايات المتحدة. نعم، إسرائيل نفسها اعترفت، قالت بأننا أعنا إيران على العراق لأن نعم، عدونا الحقيقي هو العراق. العراق، نعم، العراق لديه مشروع قومي يهدد الأمن القومي لدولة الصهيونية أو لإسرائيل. لذلك يعني الذرائعية التي يعتمدها العقل السياسي الإيراني في التسويف وفي التبرير وفي إيجاد الذرائع، يعني أصبحت مكشوفة يعني ومعروفة. يعني يعني بعد مرور حوالي هاي 79، أكثر من 42 عام. نعم، تقريبا. نعم، 42 سنة. نعم، أصبحت معروفة. أما موضوع يعني بقت لحظة، خلينا نقول يوم 22/9/9 هو الموعد الرد، يوم الرد العراقي. يوم 28 تموز 1989 تعرضت الدولة العراقية إلى قصف مباشر من قوات الإيرانية. نعم، وجرى قصف أكثر من مركز حدود وخاصة مخافر الشرطة، يعني اللي على الحدود. نعم، حدودية. نعم، وهناك صور ووثائق معروفة يعني هاي المسألة. هذا الحلام يوم 28. أي أي أي, أي 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 تاريخ بالضبط دكتور؟ 28 تموز 79. نعم نعم نعم. بدت الاعتداء 80 80 80. نعم، بدت الاعتداءات على المخافرنا الحدودية في زين القوس وسيف سعد والموجودات. نعم، هناك ثلاثة، هاي الواقعة الأولى. نعم، الثانية وهي احتلال في نيسان من نفس العام 1980، جرى احتلال منطقتي زين القدس وسيف سعد. نعم، وجه التحديد في نيسان. نعم، العراق أعد مذكرات وسنأتي إليه. نعم، حتى نعرف حجم الإخفاقات والاعتداءات اللي في شهر الحرب.
نعم دكتور أني آسف أقاطعك دكتور، أريد أعرف من حضرتك، أنت اليوم موسوعة كاملة، موسوعة علمية تاريخية توثيقية كاملة، أريد أعرف من حضرتك ما جرى في مؤتمر عدم الانحياز في هافانا. في هافانا التقى الرئيس، وهذا كان قبل نعم طبعا الرئيس الراحل 79 نعم مع قطب زادة، التقى الرئيس الراحل بإبراهيم يزدي اللي هو يزدي نعم إبراهيم يزدي وليس قطب سيدي. وليس قطب زادة بعدين قطب زادة لا إبراهيم يزدي إبراهيم. وكان الرجل متفائلا جدا يعني كان سعيدا بهذا اللقاء يعني على حد تعبيره يعني. نعم وهذا الكلام يعني تحدث به بني صدر طويلا يعني أيضا. نعم سلسلة الهجمات في شهر الحرم نعم في أيلول بدأت بشكل متكرر يوم 4 إلى يوم 9 أيلول يعني 4 5 6 7 19 بمعنى أسبوعين كاملين هناك عدوان مستمر. نترجم هذا كله نشوف جهد الخارجية العراقية يتبدى في إعداد وإرسال 293 مذكرة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإلى المؤتمر الإسلامي وإلى المنظمات الأخرى لكي يوضح، وهذا أيضا يعني يبرهن على أن العراق استخدم الوسيلة أو الطريق السلمي والدبلوماسي لاحتواء هذا العدوان. لقاء هافانا ليس الوحيد، وإنما اقترن معه وتزامن في الوقت في العام نفسه زيارة عرفات إلى الخميني. فإذا كنت أنت تقول بأن هذه الثورة جاءت من أجل القدس، فالرئيس عرفات يدعو الخميني باسم القدس بأنه يطفئ هذه النار. أليس مشروعك هو القدس؟ طيب إذن هذه المعركة هي معركة أخرى صغيرة. قياس. التناقض الحي هو التناقض الكبير مع تل أبيب وليس مع بغداد. الدكتور موسى الموسوي وهو زميل الصديق الراحل موسى المستاذ الفلسامعة بغداد ومؤلف كتاب الثورة البائسة ولا كتابات عديدة في الفلسفة من بينها عن ابن رشد سينا، أيضا كتب عن ملا صدر الشيرازي فيلسوف المعروف، لكن الذي كتب هو كتابين في هذه المرحلة عن إيران. إيران 1957 وإيران الثورة البائسة بعد قيام الثورة. أنشأ هذا الكتاب الثورة البائسة بعد زيارتين متكررتين إلى إيران، وقابل فيها آية الله الخميني ونشر تفاصيل الحوار كاملا. ماذا كان ذلك الحوار؟
حوار أنه حمل الموسوي رسالة من القيادة العراقية إلى الخميني حول، طبعا هناك أسباب التوتر المصطنعة التي اصطنعها الخميني مع العراق، وطريق إلى إقامة سلام دائم بين البلدين الجارين. البلد الذي كان يتجه إلى على الصعيد الثقافي والاقتصادي ليس مصلحته أن ينشغل بغير هذه النهضة. كان هناك حلم عراقي، يعني مثل محو الأمية وتعليم الكبار والوصول إلى الدرجة القصوى، أنه أصبح العراق خالي الأمية. يعني هاي مسألة ليست، فالذي يفكر بالعلم والثقافة والتنمية لن يقولا في مثل هذا القضايا. اثنين، لا يوجد للعراق أي أطماع في إيران سوى أن يستعيد ما أخذ منه عن طريق القوة. العراق وضع حدا لهذا كله في اتفاقية 1975. لم يعد هناك مشاكل، عندنا مشاكل بسيطة متواضعة جدا، يعني قبل أن تصبح ملفات عديدة. إلى حد هذه اللحظة أنه العراق لم يتدخل بالشأن الوطني الإيراني على عكس إيران اللي اصطنعت الإيذاء المباشر. الحرب استمرت 8 سنوات. قدمت فيها إيران للأسف يعني أقل ما يقال أنه ضد الإنسانية. عندما حشدت صبية لا يتجاوزون، بعضهم لا يتجاوز العشر، هذا تراث عسكري في إيران نوه عنه الباحث والكاتب والأستاذ الراحل الصديق المخ عبد السلام رؤوف، دكتور عبد السلام، دكتور عبد السلام رؤوف. هناك اتفاقية مع العثمانيين من القاجار، يطلب العثمانيون من الإيرانيين لا يزجوا الصبية أمام القوات النظامية في الحرب. هذا الحديث أو هذه الواقعة قبل 100 سنة من الحرب الإيرانية العراقية. بالحرب شاهدناها مجو الأطفال مع مفاتيح الجنة، كانوا معلقين لهم مفاتيح الجنة ووقعوا في الأسر. وحتى الشهيد الرئيس القائد صدام حسين التقى بهم في لقاء عرض بالتلفزيون آنذاك، وقدمت ابنته وردة لكل أسير. أطلق سراحه. هي هذه الحقيقة. دكتور، احنا نعرف انه الاعتداءات كانت جوية، الاعتداءات قصف مدفعي، الاعتداءات على الزوارق المدنية والعسكرية طبعا في مياه شط العرب او الخليج، لكن مع ذلك كانت التفجيرات اللي كانت تحدث في، اريد اتوقف قليلا
ما يسمى حزب ولاية الفقيه الوطني العربي. نعم. في العراق بالتحديد. الذي يدافع عن إيران الآن؟ نعم. اللي يطلق عليهم الولاء. يعني الآن قدم نفسه وجها وطنيا وهو الذي حارب العراق وحارب الجيش العراقي. نعم. ورفع نعم. يده بوجه بلده. نعم. من زمان الشعب نمور كاجينا وحمورابي من رفع يده بوجه أبيه. نعم. رفع فيهم ببلادهم يفخر أنا أريد أن آتي إلى لأني حقيقة يعف لساني أن أذكر أسماءه. نعم هذه حقيقة. لأن من خان بلده ينبغي أن يوضع في 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 يعني بلد التاريخ هاي يعني مجازية يعني يعني نعم. يعني القمامة يمكن أنظف وأطهر من هؤلاء. أن يقتل إنسان ابن بلده نعم. ويرشه نصير للفقراء والآن يريدون أن يحكمون العراق باسم القانون. يعني هؤلاء قتلة نعم تفضل. آلية التدبيرات لم يقم بها إلا فجر وعد فيلق بدر لهذه منذ 1981 وليسمع قائد فيلق الذي هتف بأعلى صوته أنه يستجيب لنداء الخميني حرب حرب سلم سلم هكذا يقول. نعم. هذا أكيد. الرجل الآن في على قائمة الوطنيين على قائمة الانتخابات هذا وغيره. نعم. كثيرين. الإيذاء المستمر بالتفجيرات والاغتيالات بدأ منذ 1900 قبيل الحرب حتى نعم. قبيل الحرب قبل الحرب نعم مستنصرية نعم المستنصرية نعم والتشييع أصبح هذا أصبح عملية العدوان والتسلل إلى العراق منهجا يوميا لما يسمى بالمعارضة العراقية نعم. اللي هي كتلة من الجواسيس مهمتهم جمع المعلومات وإيصالها إلى القيادة الإيرانية. دكتور احنا عفوا تفضل يعني نعم تفضل. جبهتين بين جبهة الوطن وبين أعدائه وهذه الجبهة قائمة حتى اليوم. نعم. ولنا أمل في ثوار تشرين أكتوبر نعم. هؤلاء أطلق عليها ثورة الشهداء نعم. هؤلاء هم وحدهم من يستعيد مقام العراق ويوقع الهزيمة بكل هؤلاء الحثالات نعم. دكتور هذه حقائق اللي سردتها الآن بخصوص الاعتداءات الإيرانية ومشروع إيران. اليوم إيران تحارب خارج أراضيها بأشخاص آخرين. اليوم إيران تريد تصدر هذه الحرب بالنيابة. هذه مسألة هي أعدت حلم الخميني. 20 مليون منين يجيب 20 مليون؟ مو من نعم. الإيرانيين نعم من هؤلاء. الآن هذا العشرين مليون أو قدمت 20 مليون وين تشوفها؟ بحزب الله في لبنان نعم. الحوثيون في صنعاء في اليمن في اليمن. نعم ميليشيات في سوريا المرتزقة سوريا الميليشيات العراق نعم. هؤلاء هم الذين يحاربون نيابة عن إيران
إضافة إلى الخلايا النائمة اللي موجودة بالأقطار العربية بالخليج. نعم. الكويت، بحرين، في 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 أماكن عديدة. لكن هذا الجسم المسلح تستطيع أن تراه واضحا ومحددا في العراق. نعم. الآن يعني يفاخر بأنه يحارب من أجل إيران. نعم. مرجعيته الإمام خامنئي. نعم. كثير من مما يطلق على مراجع الدين، وأنا لا 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 لأن لا علاقة للعراق أو للدولة المدنية بشيء هو الدين. الدين بينك وبين من تعبد، سواء مسلما أو غير مسلم. الديانات كلها تصلات سبحان. نعم، هذه حقيقة. لكن أنت باسم الله والثورة الإلهية والحشد المقدس والحشد الكذا مسميات تذبح باسم المقدس. بروفيس لا يوجد مطلق. نعم. في السياسة هناك نسبية. نعم. لكن هؤلاء لم يتعاملوا أبدا بمنطق أخلاقي، وإنما منطق سياسي مصلحي هدفه أهداف محيط. الذي خرب العراق ودمره الطبقة اللاهوتية باستثناء سواء من هذا المعسكر أو من ذاك المعسكر. بروفيسور، من يوم قيام الثورة في إيران من عام 79 واليوم تقريباً 8 أو 9 رؤساء مروا على إيران، فيهم من تجددت الدورة الانتخابية وفيهم لا، يعني فيهم من اللي استمر 8 سنوات أو 9 وما شابه ذلك، وفيهم لا. لكن من أيام أبو الحسن بني صدر إلى اليوم إبراهيم رئيسي، يعني مرورا بمحمد علي رجائي وعلي الخامنئي ورفسنجاني وخاتمي ومحمد محمود أحمد نجات وروحاني والآن إبراهيم، هؤلاء يعني بالرغم من الاختلاف الرؤساء لكن الأيديولوجية هي وحدة، يعني بما معناه ما يقول ولاية الفقيه هو اللي يمشي، هو هذا الدستور مالتهم، أم هناك اختلاف؟ لأن احنا بنفس الوقت أنا أريد أتكلم بخصوص التفجيرات والتصفيات اللي حثت في إيران نفسها من يعني نعم هم عدموا كثير من المعارضين، لكن بنفس الوقت أكو تصفيات مخفية كتفجيرات وما شابه ذلك المعارضين بالذات من رجال دين أيضا. نظام السلطة في إيران وهذا نعم. بالدستور يعني اقرأ صلاحيات المرشد الأعلى. نعم. وقرأ صلاحيات أو مهام رئيس الجمهورية. هناك يعني حادثة في أوائل يعني أو في أواسط الحرب فيما يتعلق، طبعا أشار إلها منتظري الذي أني يعني عين نائبا للإمام الخميني. نعم. ثم أعفي من منصبه في مذكراته. رئيس الجمهورية هو عبارة عن موظف في ديوان الولي الفقيه. لا يملك من أمر. هناك مسحة، يعني مثلا محمد السيد محمد خاتمي لديه نزعة إصلاحية وحاول أن يعبر عنها في الكثير من كتبه، لكنه كان مقيدا لا يستطيع أن يتجاوز خط الولاية. هناك قد تحدث خلافات
لكنها تنتهي لصالح الولاية وليس لصالح توسيع. يعني خاتمي حاول بكل الوسائل أن يوسع صلاحياته وأن يكون مستقلا في قراره ولم يستطع، وهذه نعم. واحدة من المشاكل، وكذلك رفسنجاني في وقته. نعم نعم دكتور، والخلاف مع بني صدر، الخلاف نعم. مع بني صدر كان بشأن الصلاحيات، هو نعم. مبتلى، يعني يتخذ قراره وبعدين يقول له انت شنو، انت شلون نعم. تتخذ هذا القرار، فيفرغون القرار ماله. يعني هذا الخلاف اللي موجود، وانتهى نعم. هذا الخلاف، وانتهى هذا الخلاف، لأنه الآن سلطة هذا نائب الإمام لا يجوز أن تعترض عليه طبقا لمعتقدات ولاية الفقيه. دكتور، بدت إيران باعتداءاتها مثل ما تفضلت حضرتك، بدت الحرب بما معناه انتهت الحرب، لكن أنه نلاحظ إيران في عام 91 انتهجت أسلوب آخر بعد انتهاء حرب الخليج، يعني عام 91 بما معناه ثاني. فهذا الاسلوب اللي انتهجته ايران، يعني واحنا بالرغم انه صارت اكو مواثيق واكو معاهدات ويجب الالتزام بها، فاعادت نفس السيناريو، يعني رادت تعيد نفس السيناريو اللي بدته ب 79 بال 91. كيف يعني؟ يعني من خلال صفحه الغدر والخيانه عام 91، وامدادها طبعا لهادي العامري ومجموعاته والمجلس الإسلامي وحزب الدعوة ما شابه. أستطيع أن أقولك بصراحة شديد أن إيران لم تتوقف ولم تغير سياستها، نعم، وستستمر على هذا النهج طالما كان بقي هناك نظام سياسي بهذا الاسم والعنوان ولاية الفقيه. يعني ربما فنيا، يعني انت المسألة انه تغيرت الوسائل والأساليب، وهذا طبعا يعني يؤكد أيضا موضوع ما قلت في البداية، موضوع تصدير الثورة وروح المشروع الإيراني. لا يمكن للثورة الإيرانية ثورة تحسب نفسها أممية، والخريطة اللي تحدثنا عنها هي خريطة تضم الكون، يعني خريطة كونية وليس محلية. والمنطق الأساسي للعقل السياسي الإيراني المعاصر هو الإيمان بمنطق القوة. المفاوضات، يعني أنت تقعد مثلا 3 ساعات تتفاوض وياهم، يعيدك إلى النقطة الأولى بعد أن كملت رحبهم على الاتفاق، يقول لك إحنا النقطة الأولى شوية لو نرجع راجعها، يقول له لا بأس نرجع، يظل بالنقطة الأولى حتى ينقضي اليوم وينتهي الاجتماع وتخرج أنت صفر. هو يعتقد وأنا لا أعمم، لا أعمم في هذا، رغم أن هناك يعني بعض الأجانب كتبوا عن هذه القضية، يعني تحت اسم العناد وتحت اسم الذكاء وكثيرة، يعني لكن الطرف خلينا نقول الخارجية مثلا يعتقد بأنه المسألة أنه أنك تريد أن تحقق مكسبا ما قائمة دائما، والشك متصل. نعم. فالمفاوضات هي ليست حوار
وإنما صراع ديك يتحول نعم. إلى صراع ديك. نعم. بروفيسور انت انا حسب المعلومات اللي عندي من عام 83 لغايه 98 انت كنت مدير المركز العراقي للبحوث والدراسات صح؟ نعم نعم. من هي سنه 83 الى 98 تقريبا 15 سنه. صحيح صحيح. اوكي بال 98 انت شغلت موقع سفير العراق في ايران. ما هي الدبلوماسية الإيرانية؟ كيفية التعامل مع الدبلوماسيين وكيفية التعامل بالذات مع الدبلوماسيين العراقيين والدبلوماسية العراقية المتواجدة هناك؟ لعل هناك موضوعيا صفحة وضيئة أيضا في عندما أتحدث عن الناس الطيبين وعن موظفين في الخارجية أعانوا كثيرا حقيقة، يعني أحملهم ذكرى طيبة حقيقة يعني، وحسيت أنه أنا بصراحة يعني كنت أو أزعم أنني كنت أسعى إلى الوصول إلى اتفاقية سلام دائم بين البلدين. نعم. وهذه يشهد الله، وهذه رغبة العراق الأكيد. نعم. أنه إحنا كان بيناتنا إيقاف إطلاق نار. نعم. حتى الآن. نعم. وكان العراق يسعى إلى الآتي: حل الملفات العالقة. نعم. وواحد من أهم اللقاء صار خلال فترة عملي في طهران هو اللقاء مع الرئيس الراحل صدام حسين، وزير الخارجية كمال خرازي. خرازي. نعم. ولقاء مطول حوالي ساعتين. نعم. وخرج الرجل يعني متفهم في ذلك عندما قال يعني أنا، وظل يتكلم يعني موجودة حتى على النت يعني التواصل. نعم نعم. كنا على الوسائل إلى ما يسمى الإيذاء المتبادل. شنو الإيذاء المتبادل؟ إحنا لدينا مجاهدي خلق. نعم. وهم عندهم. إحنا منعنا قيامهم بأي نشاط معادي للدولة الإيرانية. نعم. وطلبنا الدولة الإيرانية المعاملة. لكن الغريب أنه زادت حسب الإيذاءات تماديهم. نعم. وكان هناك حقيقة يعني ربما هناك من الإصلاحيين من يميل إلى التهدئة. نعم. لكن الصوت الأعلى هو الحرب. هو دكتور بهذا الخصوص الموظفين اللي ذكرت حضرتك إنه بوزارة الخارجية، هل كانوا من الإصلاحيين أم من التيار المتشدد؟ لا كانوا يعني أنا أذكر باعتزاز حقيقة يعني الذين تعاملت معهم بدون ذكر أسماء يعني. نعم. ربما يتعرضون للأذى. الأذى. كان يعني يبدي خجلا أو يبدو هو خجل أنه يقول إحنا عندنا مذكرة احتجاج يعني. نعم. يقول له أنت ليش داز علي؟ نقعد نسولف ثقافة وكذا وكذا، ومن أريد أطلع يقول لي ترى أنا بعثت عليك لأن أكو مذكرة احتجاج كذا كذا كذا، إلى هذا الحد أنه وما كان عندي حقيقة يعني مشكلة على صعيد لكن هذا لا يعني أن للأسف يعني المؤسسات الأمنية كانت تعمل ضد السفارة العراقية وتحرض
يعني مثل مظاهرات كذا 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 كانت وراء هذا كله، وما يسمى الآن الحكام الموجودين حكام عام الفيل. هؤلاء كانوا هم اللي يقودون المظاهرات ويحاولون اقتحام السفارة والاعتداء على منتسبي البعث. بروفيسور، من خلال خبرتك أنت وتجاربكم، نصيحتك والوصايا اللي تقدمها للعراقيين أو العرب من ناحية التعامل مع النظام الإيراني؟ بالمناسبة أكو هامش يعني أزعم بأن حاولت أن أنشئ ما يسمى بالدبلوماسية الثقافية. نعم. فأقمنا بيتاً عراقي، بيتاً عراقياً للثقافة والفن التشكيلي. والفن التشكيلي، نعم. يضم قاعات متحف لآثار وادي الرافدين. نعم. وإصدارات تحدياً للحصار، كتب. نعم. الكلمة تواجه الموت. وثالثاً معرض الفن التشكيلي منذ 100 سنة. نعم. قاعة كبيرة، وكان موضع اعتزاز البعثات الدبلوماسية في طهران على مختلف. اثنين، أقمنا معرض تشكيلي أيضا في قاعة نياوران في إطار كما قلت الدبلوماسية الثقافية، المشاركة في المؤتمرات الثقافية الإيرانية وفي بعض أنشطة الجامعات العلمية والثقافية ومركز حضارة، مركز حوار الحضارات. هذا كان أيضا وجه من وجوه الجهد العراقي السلمي أو لتوطيد العلاقة السلم بين البلدين يعني، والسعي. وصارت وهناك صفحات أيضا يعني اعتزاز أنه مؤازرة من قبل الأشقاء العرب، والدور الذي قامت به السفارة أنها استطاعت أن تقدم لكل العراقيين بصرف النظر حتى المسفرين منهم نعم الخدمات التي تستطيع أن تقوم بها. نعم دكتور العفو، تفضل. فكان السفارة من بين السفارات القليلة التي فتحت بابها، ما تنسى، فاعترضت علينا الخارجية، قال لهم ماكو عراقي خطأ، هاي السفارة مفتوحة لكل العراقيين، حتى صدر قرار العفو عن المزورين. نعم. وعن المحكومين والهاربين وعن اللي ما عنده وثيقة. نعم. زودناه بقى يتريق بالسفارة مع السلام. دكتور، شنو كانت المهام الأولى لكم من تسلمتوا منصب السفير؟ شنو كانت المهام الأولى؟ مثلا الأسرى، الطائرات، ما هي الأمل يعني التوثيق العلاقة؟ هناك لجان متخصصة تقوم بهذا الدور. نعم. موضوع الأسرى والحدود، الملفات يعني العالقة. نعم. بين، لكن الرئيس كان هناك إرادة سياسية لدى العراق لتطبيع العلاقات إلى حد قيام اتفاقية سلام دائم بين البلدين. نعم. وهذا الكلام أنا من الرئيس الله يرحمه. نعم. ومن الأستاذ طارق عزيز. طارق. الله يرحمه. الله يرحمه.
لكن حصل العكس من ذلك. طبعا وزير الخارجية المحترم يعني سواء الصحاب أو الأستاذ الدكتور ناجي الحبيب. ناجي صبري حديد. نعم دكتور أنا أشكرك. أنا أشكرك بروفيسور على 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 هذا الوقت، وإن شاء الله إن لقاءات أخرى مع حضرتك. الله يسلمك. الله يسلمك ويخليك. أعزائي مشاهدي قناة بغداد الرشيد، والأعزاء الكرام مشاهدي قناة الكرامة نيوز، كنا مع الأستاذ البروفيسور عبد الستار الراوي بلقاء خاص. نلتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.